روي في سبب حب الحجاج لرؤية الدم أن أم الحجاج وهي الفارعة بنت همام ولدته مشوها لا دبر له، فثقب له دبر وأبى أن يقبل الثدي وأعياهم أمره، فيقال إن الشيطان تصور لهم في صورة الحارس بن كلدة طبيب العرب، فسألهم عن ذلك فأخبره مخبر من أهله، فقال لهم: اذبحوا له تيسا وألعقوه من دمه وأولغوه فيه ثم اطلوا به وجهه، ففعلوا ذلك فقبل الثدي، فلأجل ذلك كان لا يصبر عن سفك الدماء، وكان يخبر عن نفسه إن أكبر لذة عنده هي رؤية وشم الدماء وارتكاب أمور لا يقدر غيره عليها.